السلام عليكم. اليوم معاكم قناة حسن الشمرينة بسبب تحدي لو خيروك بين الجغور مع جعفر مهدي. السلام عليكم، أنا مهدي وجعفر وحسن هذا صاحب القناة قاعد يصورنا. أيوة، مع اليوم بتسوي تحدي لو خيروك بالجغور. عندي أنا هني الأسئلة. جعفر، لو خيروك تروح بروحك بين الشجر ولا يطبونك تراك؟ أروح بروح بين الشجر. يعني جعفر بيسوي تحدي لو يروح بين الشجر بروح. يلا مبين الشيء يعني يصيدون الجنان. يبي له فلوس. شو هو لابس أسود؟ يا ساتر، افرض ياخذ فلوس. شق الله فلوس. خايف. مو مبين. وين راح؟ هذاك جعفر، تروح تقول حق صبي يحبك او تسوي 20 ضغط؟ تسوي 20 ضغط. الحين جعفر بسوي التحدي الثاني، ما المفروض يسوي يعني يقول حق صبي يحبك ولا يسوي 20 ضغط؟ اختار يسوي 20 ضغط، بس في شيء، اذا سوي الضغط الغلط راح اشوف. يلا، واحد اثنين اقوى. يلا يلا بجيلك على 20. يلا يا بابا، ما ادري عن حسبون. خلاص هذول ما لهم حسبون. سوي 8. يلا خلص. يلا 9. يلا لا تطيح. 11 11 12 13. خلاص خلاص شوف شوف. تطلع برا الجاخور، تروح بعيد بروحك او تشيل اثقال ثقيل حيل. شيل اثقال ثقيل حيل. ثقيل حيل. اوكي، الحين جعفر راح يسوي التحدي الثالث. راح يصير هذا اثقل من ما تتوقع. سمنتر 40 كيلو كذي ثقيل. شيل 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 شيل. بس شوتك نفس تو. بس شلته. بس يلا بس سمحنا. شوفوها شوفوها. سمنت سمنت سمنت. يلا شو قلت لك جعفر تشذب. هاي ثقيلة. ماكو شيء ثقيل على السماء. السلام عليكم مرة ثانية. خلصنا الحين تحديات جعفر، الحين بنسوي تحديات يعني. يلا يلا. مهد، لو خيروك تسوي 50 ضغط أو طقك بوكس قوي على بطنك. طقني بوكس قوي على بطنك. أنا بسوي التحدي الأول مالي إنه راح يطقني بوكس على بطنك. حاطة حماية حماية، رفع السروال عشان حماية. لا نزلة نزلة. حماية. يلا ما عليك ما عليك الله معاك ما عليك. شفيك شوي تبكي بس عشان بوكس. تحمل تحمل. جرب نفسه عادي. شفيك شفيك. شفيك تروح تصاحي برا تقول انا خبل صوت عالي او تبوس راسي برا اقول انا خبل. مالي اصعب تحدي راح اقول اني انا خبل بالشارع بالشارع بالمخيم. العالم كله قاعد يمنا كله مخيمات. الساعة 7 الحين. صارخ صارخ صارخ. أنا خبل. حلوة حلوة. خلصنا. أنت مصدق خبل؟ يا جماعة ترى أكد لكم ترى أنا مو خبل. ها شنو شنو؟ ترى أنا مو خبل. يلا زين يلا خلصنا.
خلصنا التحدي ولا تنسون لايك وسبسكرايب.